بيتنا أهربت إيه كده؟ ها أنا معايا بالعافية، أنا عايزة أمشي من هنا. كانوا عيالي كانوا جايين من عند خالتهم بالليل، كانوا جوا قدرونا وحطونا في حوض لحد أسبوع. اتنين توأم 15 من سن بعض، الشارع اللي ورا رفع عليهم مطوة واتحادوا عليهم، حبسوهم أسبوع في حوش وضربوا بنتي لحد لما أخذ زي ما أنت شايفة حالتها، واغتصبوهم الاتنين. أسبوع لقيت عيالي جايين بيحكوا البنت ميتة خالص حضرتك. واحد منهم ربط رجلينا يضربنا في حاجة بخرطوة وبعصاية، بنت تانية طفشانة لحد دلوقتي معرفش عنها حاجة. بيجوا ايه لما اخذ يهددوني من هنا من فوق من هنا من هنا، استقصدوا بنادي استخصبوهم عشان انا راجل كفيف، عشان راجل كفيف ومش قادر لما اخذ يعني احميهم وكده. بس هي هنا القرفة يعلم بيها ربنا، بقى لو قتلت قتيل مش هتحسيه، وهنا بخاف.